هنشوف إن شاء الله في الفيديو ده إزاي نحول بقى الشيت بتاعتنا من إنها تعمل ديزاين لهوترول سيكشن لإنها نعمل ديزاين للبيلت أب سيكشن. أول حاجة دي الشيت اللي إحنا كنا عملنا ليها ديزاين باستخدام الهوترول سيكشن، ناخدها نعمل لها سيف في أي حتة، نسميها بقى بيلت أب بيم ديزاين برضه باستخدام الايجيبشن اي اس دي. ماشي، طبعا مفيش حاجه تختلف في الاول، سواء البيم داتا، حسابات اللودز او الماتيريال او الستريننج اكشنز، كله هيبقى هو هو. هنبدا نختلف من اول سيكشن بروبرتي. احنا عارفين ان البيلت اب سيكشن هو عباره عن سيكشن بنجيب شويه بلتات ونلحمها مع بعض، فاحنا نقدر نشكل الدايمنشنز على حسب ما احنا عايزين، وبالتالي ده فيه عيب يعني بيبقى رخم شوية، هو إن ملهاش جداول زي الهوترول سيكشن. إحنا ممكن نمسح بقى الرسمة دي، نحط الصورة دي تبقى جايد لينا. الصورة دي هتلاقوها إن شاء الله في الديسكريبشن بتاع الفيديو، بحيث اللي عايز يحطها في الإكسل شيت بتاعه. أول حاجة اسم الكروس سيكشن مش بيبقى بالشكل ده، إحنا ممكن كنا بنسمي الكروس سيكشن بتاع البيلت أب سيكشن بالشكل ده. فاحنا عايزين نعمل الكلام ده، انا لو عايز اعمل الكلام ده ممكن اعمله هنا اتش ويب، فانا هدخله اي رقم، مثلا هفرضه 300 مللي في تي ويب، هفرضه 8 مللي مثلا، انا بحط اي ارقام، بي فلانج مثلا 150 مللي في تي فلانج هاخدها 12 مللي. ممكن بقى نعمل ده، ممكن اعمل هنا عشان اعمل علامة العلاقة اعمل bottom border، بعد كده اعمل outside thick border، تمام. فهو ده اسم الكروس سيكشن، فبالتالي انا مش محتاج الكلام ده، مش محتاج الليست دي طبعا. ده اسم الكروس سيكشن بتاعي. ماشي، ال 300 دي بتمثل ايه؟ بتمثل ال H web، يبقى انا هنا عندي مش H total، لا انا عندي هنا H web هتساوي على حسب ما انا دخلتها هنا بقى 300 على 10 عشان احولها بالسنتي. طبعا الكلام ده ينفع اعمل له input، فانا افضل اعمله باللون الاحمر. ال B flange هتساوي 150 على 10، T web تساوي 8 على 10، كيف لامج 12 على 10. بدل ال R بقى احنا هنا ما عندناش R، عندنا S. فال S احنا كنا بناخدها لازم تبقى اقل من التخانتين دول، او ما تزيدش يعني عن التخانتين دول، فانا هفرضها مثلا 5 مللي، يعني 5 على 10، يعني نص سنتي. وعلى أساسها بنحدد ال D، دي اللي هي ال H web minus 2 ال S. محتاجين برضه ممكن نحط ال H total تساوي ال H web بلس 2 في التي فلانج، برضو دي تبقى بالسنتي. فاحنا في البيلت اب سيكشن، لا احنا بنعرف السيكشن بالاتش ويب مش بالاتش توتال، انما في الاي بي اي سيكشنز والاتش اي هنلاقي اي بي اي 270 الاتش توتال بتاعته هي اللي 270، انما في البيلت اب سيكشن بنعرف بايه؟ بالاتش ويب. طبعا احنا محتاجين نغير فوق هنا الاسم، يبقى بيلت اب، ممكن نغير اسم الشيت تحت، محتاجين نعمل ايه تاني؟ هنا بقى بتبدأ المشكلة، اننا لازم نحسب البروبرتيز بنفسنا. فاحنا كنا عارفين او عايزين ازاي نحسب البروبرتيز بتاعت البيلت اب سيكشن، محتاجين عشان نجيب الاس اكس نجيب الاول الاي اكس. الاي اكس بما اننا عندنا الشكل مش ريجولر او مش ريكتانجل على طول، لا ده عبارة عن 3 ريكتانجلز، فبجيب لكل شكل الاي اكس بتاعته. فاحنا التوتال اي اكس بتاعت الويب
بلس الايه بتاعت الفلانجز. بتاعت الويب ما فيهاش اي مشكلة، ممكن نعمل ايكوال تي ويب في الاتش ويب كيوب اوفر 12. الكلام ده بلس بتاعت الفلانج بقى عبارة عن اتنين كومبوننت، هتبقى اتنين في البي فلانج تي فلانج كيوب اوفر 12. طبعا الكلام ده مضروب في اتنين عشان في فلانج فوق وفلانج تحت، بلس اتنين في بي فلانج في التي فلانج في سكوير بقى المسافة من السي جي بتاع الشكل لحد السي جي بتاع الفلانج دي. فهي المسافة دي كانت بتساوي اتش ويب على الاتنين بلس تي فلانج على الاتنين. يبقى هنقول له اتش ويب على اتنين بلس تي فلانج على اتنين. الكلام ده معمول سكوير، نقفل البراكت بتاعها. يبقى هي دي الـ IX. الـ SX بقى كانت بتساوي الـ IX على 0.5 الـ H total، عشان كده حسبنا الـ H total هتساوي IX على 0.5 في total. هي دي الـ SX بتاعت الـ cross section، مش محتاجين بقية الـ ports. ممكن الـ RX بتساوي كبراكتس لينا يعني بتساوي square root اي اكس على الاريا في حالة بقى اننا حاسبين اريا. طب تعالوا نحسب الاريا مع اننا مش محتاجينها، يبقى تساوي اتنين في البي فلانج في التي فلانج، دي كده الاريا بتاعت الفلانج، بلس الاتش ويب في التي ويب، دي الاريا بتاعت الويب. ونقدر بقى نروح نحسب الاي اكس تساوي سكوير روت اي اكس على الاريا، بحيث بقى انا لو غيرت الارقام اللي هنا مثلا دي بقت 400 هيغير لي البروبرتيز، دي بقت 10 هيغير لي البروبرتيز 216 وهكذا. تمام، ده اول اختلاف ما بين البيلت اب والهوت روت. تاني اختلاف كان في الكومباكت ليميت والنون كومباكت ليميت بتاعت الفلانج. في حالة الهوت رولد كانت الكومباكت ليميت 16.9، انما في حالة البيلت اب كانت 15.3، فاحنا الرقم ده محتاجين نخليه 15.3. وفي النون كومباكت ليميت كان الرقم ده في الهوت رولد كان 23، هنا بقى 21 فاحنا نخليه 21. وبرضو في حالة الهوت رولد كان في الار، انما احنا هنا عندنا الاس، فاحنا في الايكويشن بتاعت السي هنحط ايه الاس، هي خلاص اتحطت كده كده. وبرده في الايكويشن بتاعت الدي ويب هنحط ايه طبعا لا الدي ويب هنا المفروض بتساوي، مش بتساوي دي بس، المفروض بتساوي احنا هنا خدناها بي يبقى هنساويها هنجيب الدي ويب عبارة عن الدي ماينس الايه الاس. لا خلاص هي اتاخدت كده صح كده مظبوطه تمام ماشي. يبقى ده الاختلاف التاني. بعد كده مفيش اي اختلاف، طبعا هنمشي نفس التشيكس عادي. هنا بقى ما ينفعش نعمل الحوار بتاع اننا نجيب الويت بير يونت متر من الجداول. طب ايه البديل لينا؟ البديل لينا ان احنا عارفين ان الويت بتاع اي حاجه بيساوي الجاما في الفوليوم. فاحنا عندنا الجاما ستيل، جاما ستيل هو 7.85 طن بير متر كيوب، وعارفين ان الفوليوم بيساوي اريا ايه في اللينس. واحنا عندنا الاريا بتاعت الكروس سيكشن اهي، وعندنا اللينس بتاع البيم او البيم سبان، فنقدر نجيب الفوليوم. تعالوا كده يبقى الويت في الحالة دي احنا مش محتاجين كلام ده، احنا محتاجين ندخل الجاما ستيل تساوي 7.85 طن بير متر كيوب. الويت بقى بيساوي الجاما في الفوليوم، بيساوي دي في ايه
في الاريا في السبان بتاع البيم. طبعا الفوليوم ده كده طالع لنا بالسنتيمتر كيوب، احنا عايزين نحوله للمتر كيوب عشان الجاما ستيل بالمتر كيوب، فنقسمه على 100 باور 3، يعني ممكن نكتب على طول 100 باور 3. فجاب لنا الويت بتاع البيم الواحدة، طلع لنا وعدد البيمز برضو نروح نعده في الموديل، طلع لنا التوتال ويت بكلام. تعالوا بقى نشوف ازاي نخليه ايكونوميك. طبعا احنا عندنا الريشيو ده قليل جدا، فاحنا ممكن نلعب بقى في القطاعات او في الكروس سيكشن بتاعنا. احنا قلنا بقى يفضل التخانات تبقى ارقام زوجية او مضاعفات الخمسة، فاحنا ممكن نخلي ده مينيمم وده مثلا 10. طبعا التي فلانج قلنا على طول بتبقى اكبر من التي ويب لانها بتأثر اكتر في حساب الاي اكس، وبرده الاتش ويب بتبقى اكبر من البي فلانج لان كل ما المسافة دي زادت، المسافة دي هي اللي بيحصل لها كيوب، فايه فبتأثر اكتر في حساب برضو الاي اكس. تعالوا نخلي دي مثلا 250 ودي 100، نشوف لسه ان ايكونوميك، فاحنا ممكن نلعب تاني، ممكن نخلي دي 200 مثلا بقى ان سيف بس على حاجة بسيطة، فاحنا ممكن نخلي دي 6 مثلا لسه ستيل ان سيف. ممكن نرجع دي 5 تاني ونلعب في دي، نخليها 250 ان ايكونوميك، فاحنا نخلي دي 8 مثلا ايكونوميك، جابت ريشيو 0.99. نشوف الوزن بقى تحت 0.11 ضربناه في 49 جاب 5.48. تعالوا نقارن الوزن ده بالوزن بتاع الهوت رولد. الهوت رولد بنفس اللودز نفس كل حاجة، تعالوا نتأكد بس انها نفس اللودز ونفس السبيسينج عندنا هنا. لا نخلي الجيب 1.5 وده يخلينا نقدر نقلل الكروس سكشن بتاعنا. تمام، 1.5 والسبيسينج 5. تعالوا نفتح الشيتين جنب بعض، ماشي 5. عندنا دي اوفيس دبليو لايف لود، دبليو لايف لود 0.3، ماشي يمكن نخليها زيها 0.25. تمام، يبقى كل الداتا هي هي دي، نخليها continuous. ممكن نشتغل على السيمبل وانها connected، ماشي ودي برضو سيمبل connected. ممكن نقلل cross section تاني، نخلي IP 200، طالع unsafe فلازم نخليه IP 220. دي نزودها شوية، ممكن نخلي دي 10 عشان نخليها economic و safe. uneconomic، تعالوا نشوف الأوزان بقى. مفيش فرق كبير في الأوزان، نخلي دي 49 زيها، هنلاقي إن دي مطلعلنا وزن أقل من دي. فاحنا ميزة ال built up sections إننا نقدر نلعب في ال نغير في ال dimensions بحيث تطلع لنا أوزان أخف من ال hot rolled sections. خلاص أنا هنا مضطر لو قللت عن IPM 220 هتطلع إيه؟ هتطلع unsafe. ولو اخترت 220 هي اللي مسيفة لي، اقل واحدة مسيفة لي في الاي بي اي طلع لي وزن اكبر من اللي هنا. تمام، فهي دي ميزة ان انا استخدم بيلت اب سيكشن، ان انا اقدر اشكل الدايمنشنز على مزاجي بحيث اطلع بايه بوزن اخف في الاخر.
هنشوف دلوقتي بقى ازاي نظبط الاكسل شيت بتاعنا بحيث انها تبقى جاهزة على الطباعة بكل سهولة. فهنيجي من هنا من التاب بتاعت فيو، بدل نورمال هنخليها بيج بريك بريفيو، فهنلاقي ظهر لي البوردرز الزرقاء دي. اقدر بقى اسحبها بحيث احدد له لا انا عايز لحد هنا بس، واقدر اقسم البيجز بتاعتي بحيث ان دي بيج 1 لحد التشيك بتاع الكومباكتنس، والتانية هي البيج 2، واقدر العب برضو براحتي، ممكن اطلعها وانزلها زي ما انا عايز. تمام. طبعا الحاجات اللي بره دي قلنا دي حاجات ما بتحصلش على طول، او مش محتاج ادخلها في الاكسل شيت بحيث تبقى رايقه بالشكل ده. ممكن بقى لو عايز تخفي الجريد لاينز من هنا بحيث تبقى البيج لونها ابيض، لو روحنا بقى عملنا كنترول بي قلنا له بي دي اف مايكروسوفت برنت تو بي دي اف، هنلاقيه بس بيطبع لي الحاجة اللي انا عامل لها بريفيو او عامل اللي هو بيج بريك فيها. اقول له طبعا مش عامل اي سيلكشن، انا عايز الاكتف شيت. ممكن اظبط بقى البورتري، طبعا هي بورتري مش لاندسكيب، اظبط هنا اخليها هوريزونتال فيرتيكال، ولو عملت برنت بالشكل ده عايزين نروح نشوفها تبقى كأنها كالكوليشن شيت بالظبط، او كأنها معمولة على الوورد وشكلها نظيف جدا. تمام، شكرا.